إلى قصة أسعار المحروقات في الأردن وقرار ملكي جديد. تعرف مادة الكاز أو الكيروسين بأنها وقود الفقراء في الأردن، إذ يعتمد قطاع واسع عليها للتدفئة في الشتاء، إلا أن أسعارها قد شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة لأسباب داخلية وأخرى متعلقة بأسعار النفط العالمية بحسب المراقبين. وقد أدى قرار الحكومة الأردنية بزيادة الضريبة على المشتقات النفطية قبل أسابيع لاندلاع احتجاجات وإضراب لوسائل النقل العامة وسائق الشاحنات، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار رفع السعر الأخير لمادة السولار. وبعد نحو أسبوعين من الصمت الحكومي، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التراجع عن زيادة الضرائب على مادة الكاز لتخفيف الأعباء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود، خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة جنوبي البلاد. وأوضحت رئاسة الوزراء في تغريدة لاحقة بأن ملتزمة بتوجيهات الملك بعدم رفع سعر الكاز حتى لو ارتفع سعره عالميا إلى نهاية فصل الشتاء، وستخفضه إذا انخفضت أسعاره عالميا. قرار الملك الذي أثار تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي بالأردن يرى فيه بعضهم خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما دعا البعض الآخر إلى شمول بقية المشتقات النفطية ووقف رفع أسعارها لكي تستفيد جميع فئات الشعب. عبد الوريكات أثنى على قرار العاهل الأردني ووصفه بالخطوة في الاتجاه الصحيح، بينما يرى عماد خابور أن هذا القرار لن يشمل فئات كبيرة تعتمد على وسائل أخرى في التدفئة، لأن مادة الكاز لها مدار صحية وبعض الناس يفضلون البرد القارس على الاختناق. أما وليد فطالب بإلغاء الضريبة عن جميع مشتقات المحروقات والاكتفاء بربطها بالسعر العالمي. ونختتم بتغريدة وليد الصمادي الذي تساءل عن شمول القرار مادة السولار والبنزين مع انعدام فئة محدودي الدخل وفق وصفه، وتابع بأن الذي لا يدفع ثمن التدفئة لن يشعر مع الفقراء.